السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم نحل تيدي سيري رقم 4. بسم الله، عندنا نقرأ التمرين ليكزارسيس نيميرو 1 ولا فونكسيون زد دو ا بي سي ايجال لا سوم دو 0 1 2 5 اون دوني سا فورم الجبريك لا كومبليمونتي اون اتيليزون لو تيورام دو دي مورغان اي اون دوني سا فورم نيميريك بشكل الجداء لا كومبليمونتي ديريكتومون ا بارتير دو لا فورم نيميريك هذا الجمع كومباري مع السؤال اللي قبلها ودوني لا فورم دو زد بار بالجمع. دونك عندنا لا فونكسيون زد هذا اكس 1 زد دو ا بي سي ايغال لا سوم دو 0 1 2 5. مطلوب اول حاجه لا فورم الجبريك، لا فورم الجبريك ديريكتومون زد دو ا بي سي تساوي، بما انه مجموع جداءات، بما انه هنا مجموع فان هذا جداء عبارة عن جداء عبارة عن جداء عبارة عن جداء، جداء المتغيرات ثلاثة والمتغيرات ثلاثة والمتغيرات ثلاثة، معناها ا بي سي زائد ا بي سي زائد ا بي سي زائد ا بي سي. هنا صفر واش معناها؟ معناها بار بار بار. هنا واحد معناها بار بار واحد. هنا اثنين معناها بار بار بي نورمال، وخمسة معناها واحد صفر واحد. هذا لا فورم الجبريك ولا فونكسيون زد. السؤال الثاني قالك مطلوب اعطي لي الكومبليمون، اوتيليزي الكومبليمون باستعلام استعمال تيوران دو دي مورغان، يعني زد بار دو ا بي سي واش تساوي؟ تساوي ا بي سي زائد ا بي سي زائد ا بي سي زائد ا بي سي لو تو بار. خلاص الان واش راح ندير؟ عفوا راح نستعمل تيورام دو دي مورغان. عندي هذه كامل بار، واش معناها؟ معناها راح ندير الجمع بين الجداء بين هذه وهذه وهذه وهذه، راح ترجع الداله نتاعي كيما هاك ا بار بي بار سي بار فوا لو تو بار فوا ا بار بي بار سي لو تو بار فوا ا بار بي سي بار لو تو بار فوا ا بي بار سي لو تو بار. ونعاود نزيد نستعمل دي مورغان مرة ثانية باش نفتح هذون، ترجع ا بار بار يعني ا بلس بي بار بار ترجع بي بلس سي بار بار ترجع سي فوا ا بار بار ترجع ا بلس بي بار 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 هم زوج، واحد يجي من هذه ولا اللي قبل ترجع بي بلس سي بار فوا ا بار بار ترجع ا بلس بي بار بلس سي سي بار بار ترجع سي مضروبة في ا بار بلس بي بلس سي بار. هذا كنت شفاه هو دوزيام فورم كانونيك، هذا لا بروميير فورم كانونيك وهذا دوزيام فورم كانونيك. هذا مجموع مضاريب ضرب زائد ضرب زائد ضرب زائد ضرب، وهذا ضرب مجاميع مجموع في مجموع في مجموع في مجموع، كل المتغيرات ظاهرة في كل العوامل سواء هنا ولا هنا. اذا هذا بروميير فورم كانونيك وهذا دوزيام فورم كانونيك. المطلوب استعمل كومبليمون دو دي مورغان ومن بعد اعطي لي لا فورم، من هذا نستنتج الفورم جداء هل قيمه شحال. واش قلنا حنايا؟ قلنا في الجمع اللي يكون متغير يؤخذ صفر واللي يكون فوقو بار يؤخذ واحد، يعني عكس هذه، هذه اللي يكون بار يؤخذ صفر واللي يعود عادي يؤخذ واحد، هنا العكس. صافي هذه صفر صفر
صفر، هذه صفر صفر واحد، وهذه صفر واحد صفر، وهذه واحد صفر واحد. إذن هذه ترجع صفر في الديسيمال، وهذه واحد، وهذه اثنين، وهذه خمسة. إذن زد بار دو ABC يساوي جداء صفر واحد اثنين خمسة. لاحظوا هنا زد زد تساوي مجموع نفس الأرقام هذونا صفر واحد اثنين خمسة، والنفي نتاعها يساوي جداء نفس الأرقام. وبالتالي كي نحب ننفي هذه مباشرة نقلب الجمع نديرو جداء وخلاص، يعني مباشرة نعود حصلت على النفي الدالة المنفية. السؤال الثالث مطلوب أني نستعمل الكومبليمون ديريكت مباشرة بدون ما نتعامل مع هذه الطريقة ودي مورغان. واش معناها؟ معناها قالك دير كيما هاك، زاد دو ABC بار تساوي مجموع ها وين دو ان زيرو ان دو سانك بار، هذه زاد كي ننفيها هنا ننفيها هنا، وهذه واش تساوي؟ تساوي مباشرة ننفي هذا برك، هذه قريناها قبل، ننفي هذا ونحافظ على القيم. وبالتالي هذه هي نفسها، هذه هي نفسها هذه. السؤال اللي بعدها السؤال الرابع قالك اعطي لي زاد زاد بار دو ABC بدلالة المجموع، اعطي لي زاد بدلالة المجموع. طبعا هذا مجموع بار، بصح هو قالك اعطيه بدلالة المجموع العادي. الان واش راح ندير انا؟ راح نشوف الجداء هذا وناخذ بقية الاعداد، بقية الاعداد. طبعا مادام عندي ثلاث متغيرات، الارقام منين؟ من صفر حتى لسبعة. اذا الصفر موجود، الواحد موجود، اثنين موجود، ثلاثة مش موجود نكتبه هنايا، الرابعة مش موجود، الخمسة موجود، ستة مش موجود، سبعة مش موجود. اذا الدالة زاد بار بالجمع هي باقي الاعداد بالجمع، باقي الاعداد بالجمع. هنا كتبنا زاد بار بدلالة المجموع، وهذه عكس هذه. لاحظوا مليح، اذا حافظت على الرمز جمع نقلب الاعداد، او بمعنى اخر نكتب بقية الاعداد نحصل على النفي، او مباشرة نحافظ على الاعداد ونقلب الرمز الجمع بالضرب نعود حصلت على النفي. هذا التمرين الاول. التمرين الثاني ترانسكودر دوني لا طابل دو فيريتي اي لو سيركوي لوجيك دان ترانسكودر كود غراي كود بينير ناتوريل دو 3 بيت. كود غراي كود بينير 3 بيت، 3 بيت معناها اوكتال. هنا نحتاج لازم نحتاج جدول الحقيقة لا طابلو دو فيريتي، نكتب جدول الحقيقة نفرض هذه ABC، هذه إكس إكغيك زد، كود غراي فيرب بينار ناتوريل. كود غراي شنو هو؟ صفر واحد اثنين ثلاثة، اثنين صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، صافي هنا تجي ستة سبعة خمسة أربعة، أربعة خمسة ستة سبعة، هذا كود غراي. خلاص هاو
صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. والكود بناله معروف صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هذا جدول الحقيقة. هنا هذا كود جراي وهذا كود بينار. بعد ما نعرف جدول الحقيقة يسهل تسهل العملية، نقدر مباشرة نروح ندير أو مطلوب شيما. قالك إلي سيركوي لوجيك، أنا ها باه ندير سيركوي لوجيك، نتاع نروح نستعمل طابلو كارنو تاع ألفا تاع إكس إيكغيك زد. عندي أ بي سي زيرو أن زيرو 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 أن 11 10، عندي هنا لازم بما انه هنايا كود جراي موش بينار ناتورال، الحركه تاعي هنا ما تعودش كيما داري تجي كيما هاك، لازم نتبعها قيمه قيمه. عندي في الصفر الصفر، في الواحد الصفر، هنا معناها نحافظ الترتيب هاك صفر صفر، ومن بعد عندي واحد 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 واحد. إذن هذه مجموعة، إذن إكس تساوي أ، إكس تساوي أ، وفعلا ممكن تشوفوها تلقاو هنا أربعة أصفار أربعة أصفار أربعة وحدات أربعة وحدات، يعني إكس تساوي أ. الجدول الثاني أ بي سي زيرو أن زيرو زيرو أن أونز ديس، القيمة إكراك. إكراك عندي صفر صفر واحد واحد صفر صفر واحد واحد صفر صفر واحد واحد. علاه مشيت بنفس الترتيب؟ لأنه هنا عندي صفر، هذا كود إكراك صفر واحد ثلاثة اثنين، يعني حافظ الترتيب. في مثلا كنا نلاحظو في القيمة ستة اللي هي واحد واحد صفر واحد واحد صفر، لا لا أنا غلط أنا غلط، عندي صفر صفر، عندي في الصفر تساوي صفر، وفي ال وفي الصفر واحد تساوي صفر، في الثلاثة تساوي واحد، في الثلاثة تساوي واحد، وفي الاثنين تساوي واحد، ومن بعد في الستة في الواحد اثنين تساوي صفر واحد اثنين تساوي صفر، في الواحد واحد واحد تساوي صفر، في الواحد صفر واحد واحد صفر واحد تساوي واحد تساوي واحد. إذن القيم هكذا. الآن إكراك راح تعود هذه مجموعة وهذه مجموعة، إكراك شحال تساوي؟ المجموعة هذه تساوي أبار أبار بي زائد المجموعة هذه تساوي أ بي بار اللي هي أ إكسكلوزيف بي. نروحو للمجموعة الثالثة، زاد في صفر صفر تساوي صفر، صفر واحد تساوي واحد، صفر ثلاثة تساوي صفر، في صفر اثنين تساوي واحد، في الواحد عشرة واحد عشرة تساوي والله نبدأ من واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر. هذه واش قلنا عليها تعود بهذه الحالة؟ قلنا هنايا تعود اكسكلوزيف ولا اكسكلوزيف بار مباشرة، معاهم في ثلاثة أ مع البي مع السي. دونك زد تساوي
أبار بي بار سي زائد أبار بي سي بار زائد هذا الواحد اللي هو أ بي بار سي بار زائد أ بي سي. خرجوا الأ عامل مشترك بين هذه وهذه ونخرجوا الأبار عامل مشترك. واش ترجع؟ ترجع أبار هذه مع هذه هي بي اكسكلوزيف سي، هنايا أ تعود بي اكسكلوزيف سي بار بين هذه وهذه. واش ترجع؟ أ اكسكلوزيف بي اكسكلوزيف سي. إذن ومبتعد نقدر نرسم الدالة تاعي. عندي المتغيرات المداخل هما أ بي سي. أ كامل هي مباشرة تساوي إكس، هذه شيما أ تساوي إكس، أ تساوي إكس، إيكغيك تساوي أ إكسكلوزيف بي، أ إكسكلوزيف بي هذه إيكغيك، و سي هي أ إكسكلوزيف بي إكسكلوزيف سي أ زد. دونك هذه الشيما تاع هذا الترانسكودور، كود غري كود بينير، كود غري كود بينير اوكتال سير 3 بيت. التمرين اللي بعده راديتور الكتريك سوفلون، راديتور الكتريك سوفلون. حاولوا نحلوا هذا التمرين، ومن بعد بقية التمارين راح نعطيكم غير جدول الحقيقة. إكزو 3 الرادياتور إلكتريك سوفلون إيكيبي دو دوز انتربتور أي بي بيرميتون دو كوموندي لا ريزيستونس R دو شوفاج إي لو فونتيلاتور V. لا ريزيستونس أ إيتي كالكولي بور فونكسيوني أفيك لا فونتيلاسيون. Le ventilateur peut fonctionner seul pour assurer la climatisation en saison chaude. Donc, le fonctionnement sera le suivant. Voilà. Ça. Maintenant, en manœuvrant A, le radiateur sera en position chauffage. En manœuvrant B, le radiateur sera en position ventilation. Par économie, il n'a pas été prévu de verrouillage mécanique entre A et B. Yani, il n'y a pas de lien entre A et B mécanique. A et B. Dans la table de vérité, la table de Carnot, réalisez le logigramme de 6 fonctions à l'aide du circuit logique NAND. مطلوب NAND. أول حاجة مطلوبة لازم ندير طابلو دو فيديتي. طابلو دو فيديتي نديرها من خلال البروبليماتيك تاعي. البروبليماتيك تاعي تقول عندي دو زانتيريبتور ا بي يتحكموا في ريزيستونس، الانتيريبتور ا تتحكم في ريزيستونس، الانتيريبتور بي تتحكم في الفونتيلاتور في، هذيك ار وهذيك في. نكتيفي الأ يعني تعود في بوزيسيون أن تمشي الرادياتور، البي تعود الرادياتور في الشوفاج يعني تسخين، والبي كي تعود في بوزيسيون أن تعود الرادياتور في بوزيسيون فونتيلاسيون يعني تهوية. هذه بكل بساطة. دونك عندي دو زانتيريبتور ا بي وعندي لا ريزيستونس ار فونديلاتور في 0 1 0 1. كي يكونوا في زوج 0 صافي ار و في راهم 0 في زوج. هنا بي بي خاصه بالفونديلاتور بالفي صافي، هنا تعود شاعله وهذه تعود هذه شاعله
وهذو نعود في زوج تعليم. طبعا هذه هنا فيها مش منطقية في الواقع، في الواقع مش منطقية، بس كي تعود الرادياتور شاعلة لا ريزيستونس، تعود لا ريزيستونس شاعلة ونمو تعود معها الفونتيلاتور شاعلة لأن هي اللي تمشي الهواء، لكن هنا مش مطلوبة في التمرين. التمرين هذا قال لك الأول بي ما عندهمش علاقة مع بعض، ما عندهمش علاقة مع بعض، وبالتالي كي تكون ار تمشي في حابسة مش مشكل. هذا واش راه موجود حسب التمرين بالضبط. دونك هذا لا طابلو دو فيريتي، طابلو دو كارنو دو ار ار مباشرة نقدروا نديرو طابلو دو كارنو تاعها ما عليناش. دو فاريابل ا بي 0101 عندي 0011 0011. دونك ار اكوا ايتيغال تيغال ا، فعلا كي تشوفوها تلقاو 0011 0011 صافي تساوي ا، والفي تساوي تساوي بي، تلقاوها تساوي بي. عندي 0101 صافي الفي تساوي البي. هذه في حالة الشيء، ما في حالة الفرض هذا. في حالة ما إذا فرضنا أنه لما تكون الراديتور شاعلة الريزيستون شاعلة لازم يكون الفنتيلاتور شاعلة، راح ترجع هنا واحد. كي ترجع هنا واحد راح ترجع القيمة هذه هنا واحد، بالتالي راح تعود عندي القيمة الجديدة ولا الفي الجديدة راح تعود تساوي ا بلس بي، بي من ا ا بلس بي راح تعود تساوي ا بلس بي. والشيما تاعي هي ا بي، هذه ار الحالة الأولى تساوي مباشرة هاك، الحالة الثانية راح تساوي ا تساوي واحد. هذه الحالة الأولى وهذه الحالة، هذه الحالة الأولى هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى والحالة الثانية تاع الفي. مطلوب هنا رياليزي لوجيغرام على دو سيركوي ناند، مطلوب سيركوي ناند. واش معناها بورت ناند؟ معناها نقدر ندير ا، هذه تبقى ار تور ديريكت، وهذه هنايا بي الجمع ترجع معناها ا بار مع البي بار يعني ا بار فوا بي بار، تكون هذه الفي بورت ناند. نتوقفوا هنا في ليكزارس نيميرو 3 ونواصلوا فيما بعد بقية التمارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.